اخر تحديث للتيك توك او مكافئات التيك توك. زي ما وعدتكم كل كام يوم كده بنرجع بالجديد في التيك توك. ففي الفيديو ده هقول لكم اخر الحاجات اللي حصلت في التيك توك، وفي مفاجاه يعني ممكن تحدث وممكن لا، مش حاجه اكيد يعني، بس ربما تحصل يعني او يضيفوها في التيك توك. لكن قبل ما اقول لك ايه هي والحاجات دي كلها، انا عايزك تصلي على النبي كده، تدوس لايك للفيديو، تشترك في القناه، تفعل جرس النبات، تتابعني على الفيسبوك، التيك توك، انستجرام، الحاجات دي كلها هسيبها لك تحت الفيديو. وكذلك قناتنا الفيلم في حدوته، بتنزل يا جدعان عليها ملخصات افلام وحاجات كده للناس الرايقه يا جدعان. دلوقتي نقول يلا بينا. اول تحديث معانا او اول حاجه حصلت او اول حاجه هتحصل خلاص، ان الحدث نهايته يوم 19 نوفمبر، ودي رساله جات لناس كتير جدا وربما تكون انت واحد منهم. بيقول لك ان انت ممكن في خلال الفتره دي تدعي اصدقاء، بعد كده مش هينفع تدعي اصدقاء، بس تقدر بعديها تسحب فلوسك عادي، يعني الحدث مش هيتلغي مره واحده، لا هو مش هينفع تدعي اصدقاء، بمعنى ان انت لو دعيت واحد بعد 19 نوفمبر اللي هم 19 من الشهر اللي احنا كده يا جدعان، تمام خلاص مفيش اي حاجه هتجي لك، فانت اخر 19. فلو انت عندك حد بتاع كام حد كده عايزين تدعيهم او كده، فادوك تلحق دلوقتي. طب لو معاك فلوس ينفع تسحبها بعد 19؟ اه يا جدعان ينفع تسحبها بعد يوم 19. ده التحديث اول حاجه الوحيده اللي حصلت. طب في حاجه او المفاجاه اللي انت كنت بتقول لنا عليها من شويه، بص صلي على النبي كده، بص الصوره اللي قدامك ديت، دي في بلاد بره، الحاجات اللي بتحصل بره بتحصل في مصر بس متاخر شويه في مصر، فالحدث اللي قدامك ده ممكن يتطبق عندنا في مصر. وايه الحدث اللي قدامك ده؟ زي اقوى يا جدعان، حوار الدعم وان انت بتاخد كوينز وانا باخد كوينز والحاجات دي كلها، هو ده الحدث او اللي حاصل بره حاليا. فممكن الاسبوع دوت او يعني كام يوم كده تلاقوهم ضافوا الحدث ده قبل ما يلغوا التيك توك خالص، ف الله اعلم. بس كده يا صاحبي ده التيك توك، ولو في اي جديد ان شاء الله هنطلع نتكلم عليه. بس كده واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام.